زميلنا كريم احمد جاهز معانا. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، ومساء الخير على زميلتي ساره، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، تطمن كده جمهور الاهلي اللي بيتابعنا في السادسه وتقول لنا استعدادات المباراه او الاهلي النهارده لمواجهه حرس الحدود في او على ملعب الماكس. أنا في البداية طبعا أكيد يعني بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، بتفق معاك تماما يعني الجمهور منتظر بشكل كبير جدا الأداء، يعني الحمد لله يمكن النادي الأهلي بيقدر إن هو يكسب بثلاث نقاط في ثلاث نقاط، لكن منتظرين نطمن بشكل كبير جدا على كل لعيبة النادي الأهلي. خلاص المرحلة اللي جاية نقدر نحسم فيها 11 نقطة، مش بعيد على لعيبة النادي الأهلي إن هي تقدر تحسم وتبص بقى للبطولة الأفريقية، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الأهلي. عايزين نطمن على كل اللعيبة، على الشكل العام، على الروح، على شخصية الأهلي، كل ده اللي احنا إن شاء الله بنأمله بإذن الله النهاردة تكون انطلاقة لفريق النادي الأهلي. ثلاث نقاط يعني مش جديد على النادي الاهلي ان انت تحرز ثلاث نقاط، لكن الجديد ان احنا نطمن بشكل كبير جدا على الحاله المعنويه، الحاله الذهنيه، حاله الرغبه عند كل لعيبه النادي الاهلي اللي عندنا ثقه كبيره جدا فيهم وفي الجهاز الفني ان هم ان شاء الله باذن الله يكونوا مصدر سعاده لكل جمهور النادي الاهلي. احنا متواجدين كالعاده طبعا استاد الماكس اللي هيستقبل مباراه اليوم حرس الحدود والنادي الاهلي، كل الامور ماشيه بشكل مميز ورائع جدا، سواء الاجراءات الاحترازيه للدخول والخروج، كمان يمكن ذكرت ان مديريه امن الاسكندريه عامله شغل مميز جدا، اكدنا وقلنا ان مفيش جمهور لكن الشكل العام رائع ومميز، التنظيم هنا حاجه رائعه جدا. بنتمنى ان شاء الله بقى الشغل الفني يكون على اعلى مستوى، ومستر ريني فايلر تحديدا يكون موفق في اختيار التشكيل اللي عايز طبعا يعني من خلالك نقدر نقول التشكيل المتوقع بنسبه كبيره جدا مع رؤيتنا للتدريبات الاخيره لفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى للشناوي، خط الظهر من الشمال لليمين علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، احمد فتحي في المنتصف، حمدي فتحي واليو ديانج، وامامهم احمد الشيخ وجونيور اجايب يعود للتشكيل ومحمد مجدي قفشه، والاختيار سيكون بين مروان محسن واليو بجود، يمكن نقدر نقول الاقرب في هذا التشكيل او الاقرب بالنسبه لي مستر ريني فايلر على التدريبات الاخيره. بنتمنى ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه. نقطه كمان حابب اتكلم معاك فيها وهو محمود عبد المنعم كهربا. النهارده يمكن خلاص نقدر نقول المباراه دي هي النهايه بالنسبه للايقاف الخاص بمحمود عبد المنعم كهربا، والقرار هيكون فني وليس اداري، لان في حمله كبيره جدا على كهربا تحديدا، يعني شفنا الفتره اللي فاتت خلاص القرار الاداري اتطبق، كهربا قبله بشكل كبير، اعتذر، القرار القادم هو قرار فني وليس اداري. بنتمنى ان شاء الله باذن الله مباراه الاسماعيلي محمود عبد المنعم كهربا بيأدي اداء اكثر من رائع في التدريبات، بيتمرن صباحي مركز بشكل كبير جدا، باذن الله يكون متواجد في القائمه الخاصه بمباراه الاسماعيلي، كل اللعيبه مركزه بشكل كبير، لكن تحديدا اللعيب زي محمود عبد المنعم كهربا لو خد فرصه بشكل كبير هيرجع تاني، هيرجع لفورمه المباراه، وده اللي بنستناه ان شاء الله زميلي احمد وزميلتي ساره من كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ملعب المباراة إن شاء الله، منتظر أنه يستضيفها ملعب الماكس الأهلي وحرس الحدود النهاردة. يعني كهربا مهم جدا للسكواد بتاع النادي الأهلي، في لعيبة كتير جدا أعتقد أنها لو فورمة أو مستواها يعني مكتمل بشكل كبير ترفع من ترمومتر أداء النادي الأهلي، أجاييه واحد منهم، علي معلول واحد منهم، مروان محسن واحد منهم، وبالتأكيد كهربا وصالح جمعة. أعتقد أنه الخمس أسماء دول لو اتحركوا في الفترة اللي جاية بشكل إيجابي يأثروا على مستوى الأهلي بشكل طبعا كبير جدا وملحوظ، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأهلي بكل نجومه طبعا.